الرحيم وعليه دائما نتوكل مشاهدينا متابعينا الكرام ومنه دائما نطلب التوفيق والسداد والنجاح. أحييكم مع انطلاقة جديدة من انطلاقات الخير والبركة، انطلاقاتنا متواصلة، تحيتنا متجددة، شكرا لجميع اللجان على هذه الجهود وأيضا التنظيم هنا أيضا في ميدان الخزنة، هناك أيضا ميدان منبع للأصايل حيث دائما تظهر الأصايل من أيضا ميدان الخزنة هنا، ودائما الشعارات الخزنوية أو القادمة هناك أيضا من كل حد وصوب هنا تترقب لها هناك أيضا في المهرجانات القادمة، وكل المشاركين وبداية التجهيزات هنا أيضا في هذا المسار وفي هذا التحدي الجميل والمميز. وصلنا ونسير ودائما نعود والإعادة هنا أيضا، وفي الإعادة إفادة مع المقدمة مع المركز الأول. هناك أيضا صدارة هذا الشوط، هذا هو الشرس كردوس بن محمد بن سالم العامري، بينما المركز الثاني سراب سيب بن خليفة بن عبيد على خيل المركز الثالث بقول عند بوسويد من خلال الشعار المتقدم في هذه اللحظات وفي هذا المسار. هذا هو نايف عامر بن يرو بن سويد المنصوري يتقدم في هذه اللحظات، بينما المركز الرابع مشاهدينا من سراب للسيد محمد بن هلال بن طناف الراشدي، بينما المركز الخامس هناك أيضا فرحان علي بن سليم بن حميد الوهيبي من يتقدم في هذه اللحظات وفي هذا المسار اللي احتل المركز الخامس. نقلتنا مع المركز السادس القدوم في هذه اللحظات وفي هذا المسار الجميل من ناصي للسيد أحمد بن سالم بن هويمل العامري، وهناك أيضا قدوم من مياس محمد بن صالح بن حرمش المنصوري، وأيضا قدوم من الجعدان القادمة، الجعدان الواصلة هنا في هذا الانطلاق وفي هذا المسار. الله يا أهل الجعدان المحليات الأصايل هنا في هذا المسار في هذا التحدي هنا. الله هنا أيضا بدأ الغدوم، ولكن طائرات الجعدان هنا طائرات هناك أيضا موسم حافل بالإنجازات هنا، أيضا حافل بالتوقيتات الجميلة سواء من سن الصغار حتى سن الكبار، موسم هنا السرعة، عالم الساحر هنا دائما، هناك أيضا هنا أيضا مسموح التسللات هنا، وترقبوا المفاجآت، ترقبوا المفاجآت في خاصة في عالم سباقات الهجن العربية الأصيلة هنا، مفاجآت حصرية جميلة مميزة هنا، هنا أيضا والتوقيتات الخيالية في كل ميدان هنا في دولة الإمارات وخارجها. أعود وين البداية؟ الله
الله يا بن كردوس، يا بن كردوس هنا ايضا كردوس بن محمد بن سالم العامري، ولكن نايف وقدرك نايف، كل العرب ترباه هنا الكيلومتر الاخير، الكيلومتر خطير ومثير هذا الكيلو، هذا الكيلو هنا ايضا يا ويلي على السبوق، يا ويلي على النهاية، يا ويلي هنا ايضا، واذكر فيها نهاية كيلو ولا كيلو نصف، والله ما بخلتها بخيرة، وخاصة في هذا الشوط. السلام قادم على المركز الثالث سيب بن خليفة بن عبيد الاكتري، على خيل المركز الرابع سلام محمد بن هلاب الطناف الراشدي، يا سلام يا سلام يا سلام هنا في هذا المسار الجميل. ولكن يا بن كردوس نصيحة خذها من أخوك، روح روح ولا فيها فيها، روح على المقدمة هنا، ولكن حركوه نايف، حركوه نايف. بوسويد وين مشجعين بوسويد، وين متابعين بوسويد؟ على المقدمة هنا أيضا على المركز الأول في هذه اللحظات، راح بوسويد راح إلى المقدمة مع المركز الأول هنا في هذه اللحظات وفي هذا المسار على صدارة هذا الشوط. هذا هو نايف عامر بن يريو بن سويد المنصوري، ولكن عاد بن كردوس ما بين بسويد بن كردوس هنا أيضا هنا في هذا المسار الجميل في هذا التحدي. الشرس 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 عاد إلى البداية الأولى، الشرس إلى المقدمة، كردوس بن محمد بن سالم العامري، يا سلام يا سلام على الصدارة الأولى، تهانينا والناموس والسلام عيناوي 100%، تهانينا والناموس على هذا الفوز. المركز الثاني، هناك أيضا دخول، بقول هناك أيضا شعار الوهيبي، ولكن أخذ بعدسات الكاميرا هناك أيضا وأيضا اللجان. المركز الثاني هناك أيضا أعزائي المشاهدين متابعينا الكرام اللي